بشكل عام انت ما باش تضيف تراك في كنترول سيستم تتذكروا طلعنا احنا ترانسفير فانكشن للسيستم خلينا افترض انها كانت جي او اس او اف او اس عندي هذا الاوتبوت اللي بدي اتحكم فيه خليني اسميه واي او اس نفترض ان عندي كنترول مثلا كان يو او اس او اكس او اس عادة هاي المرحلة الأولى بس اسمها الموديلينج اللي احنا عملناها لحد الأسبوع الماضي، الموديلينج شو عملنا فيه؟ طلعنا الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم، حددنا شو الانبوت وشو الاوتبوت وكان سنجل انبوت سنجل اوتبوت وطلعنا الترانسفير فانكشن والترانسفير فانكشن هاي شكلها العام راح يكون في عندي بولينوميال في المقام وبولينوميال في البسط. الروتس تبعت البولينوميال اللي في المقام شو بتحدد لي؟ المقام اللي تحت يعني بول والروتس تبعت البولينوميال اللي في البسط شو بتحدد لي؟ الزيرو والزيروز حكينا شوي انه هون في عندي ترانك في عندي اس بلين وبيفيدني اني ارسم هذول البولز احطهم على الاس بلين اذا عندي زيرو برسمه زيرو برسمه بدائره والبول برسمه ب اكس هلا عاده في معظم الكنترول سيستمز ما بيكفيني هاي هي المرحله الاولى المرحله الثانيه راح اسكر هذه اللوب واحاول اتحكم بهذا السيستم شو يعني راح اسكر اللوب كلوزنج ذا لوب لو انا دكتور مثلا بدرسكم بتعطوني انتو فيدباك مش هيك بتيجي بتقولوا لي مثلا انت المحاضره تبعتك ممله مثلا او انت المحاضره تبعتك طويله او المحاضره هاي ممتازه هيك بدنا اياها زي هيك او المحاضره هاي مثلا قصيره جدا او مش عم نستفيد بتعطيني فيدباك هلا المفروض لو انا بشتغل بشكل صحيح شو لازم اعمل باخذ الفكره الهاي والفيدباك بكون عندي نيجاتيف يعني نيجاتيف مش انه سلبي نيجاتيف انه بحاول يصحح من الخطا اللي موجود عشان هيك بنسميه نيجاتيف فيدباك يعني اذا كانت المحاضره طويله وانتوا قلتوا لي انه المحاضره طويله شو لازم انا اعمل بزيد المحاضره اكثر ولا بنقصها لو بدي اغيظكم بزيدها بس انا مش هذا الهدف المفروض ايش نشتغل نشتغل بشكل صحيح فهذا بنسميه نيجاتيف ليش نيجاتيف لانه الفيدباك اللي اجى منكم ايش عمل نقص الفاريبل اللي مضايقكم لو قلتوا لي المحاضره قصيره شو بنعمل او الماده ضعيفه وخفيفه شو بعمل بزيدها اذا عندي هون بصير في شيء اسمه نعمل نيجاتيف فيدباك ناخذ فيدباك من الاشاره الخارجيه وبقارن هاي الاشاره مع الشيء اللي انا بدي اياه ولانه نيجاتيف فيدباك شو بتكون الاشاره هون؟ هذا هو اساس الكنترول كل الكنترول مبني على هذه القطعه اللي موجوده هون اللي هي فيدباك باخذ الاوتبوت باخده بقارنه بالفاريبل اللي انا بدي اياه هون بيطلع معي ايرور والايرور اللي باخده بعدين بكمل بتحكم هو المفروض يكون في كمان كنترولر هون انا ما حطيت كنترولر او خلينا نحطه الان راح يكون في عندي كنترولر راح اسمي هذا الكنترولر كي لو انا حساس جدا للفيدباك تبعكم شو راح اعمل لما اشوف الايرور شو الايرور الايرور الفرق بين الفيدباك تبعكم اللي انتم حابين يكون انتم حابين وقت المحاضره يكون 35 دقيقه انا عمالي بعطيكم محاضره ساعه ونص لو انا حساس جدا للفرق الايرور شو صار الايرور بين هذا خلينا اقول انا بعطيكم 50 دقيقه وانتم اديها 35 الخطا قديش 15 دقيقه اذا انا بدي احاول ازيد هلا لو انا حساس جدا لمطالبكم شو بعمل بستجيب بسرعه مش هيك ما بلاقي المحاضره ثاني يوم الا نزلت بسرعه صارت حتى 25 كمان بس لو انا متبلد الاحساس وما برد عليكم شو بعمل تنزل دقيقه يمكن بتردوا بتصيروا تصرخوا تنزل كمان دقيقتين مش هيك وين هذا ببين عندي؟ قديش انا عمالي بكبر هذا الايرور؟ الايرور اللي شفته ما بين القيمه هون والقيمه هون، اذا انا حساس جدا انه شو بعمل؟ بضربه بقيمه كبيره. واذا انا مش متحسس كثير منه ما بضربوش لهذا، كل ما زادت هاي قيمه كي شو بصير؟ بصير تحسن الوضع بشكل اسرع. اذا عندي هذه راح نسميها زي نوع من كنترول. وهذا بنسميه يونيتي فيدباك يعني انا اخذت الاوتبوت عملت له فيدينج باك زي ما هو فهذه يونيتي فيدباك ما غيرته ما ضربته في شيء وانا كمان نفترض انه السنسر اللي بقيس فيها هذا الاوتبوت لان هذا ممكن يكون بريشر تمبريتشر اي ديسبيسمنت سبيد ايش اللي عمالي بقيسه انا عاده بضربه في سنسر بستعمل سنسر حتى اقيسه انا هون نفترض انه السنسر هاي الفيدباك تبع الترانسفير فانكشن تبعتها واحد هلا انا هون بهذا لانه تطبيق مهم جدا بهمني اطلع هاي ترانسفير فانكشن جديده هلا شوفوا شو راح احط خط بالاحمر خط مقطع بالاحمر حواليها صار عندي سيستم جديد في البلوك هذا الاحمر
انا الان بدي هذا البلوك الاحمر اطلع له ترانسفير فانكشن جديده. مش في ترانسفير فانكشن جديده؟ عايش رح تعتمد الترانسفير فانكشن على كنترول السيستم، رح تعتمد على جيو بس الاصليه، مش هيك؟ لازم يكون في العلاقه. ايش كمان بتعتمد؟ على الفيدباك. وكون الفيدباك هون ايش؟ نيجاتيف. وبدها تعتمد على اذا لازم يطلع معي بالترانسفير فانكشن جديده اشياء بتمثل هذه الاشياء، بتمثل انه هذا نيجاتيف فيدباك، بتمثل انه هون عندي في كي، بتمثل انه في عندي هون جيو بس. خلينا نشوف كيف بدنا نشتقها. هاي نشتقها فروم فيرست برنسبل. هذه عندي هون رح اسميها واي او اس، وراح اشتغل انا بالفريكونسي دومين، مش مشكله. كان ممكن احطها واي، ممكن احطها انا واي او اس. هاي هون واي او اس، بصير عندي هون واي او اس. هذه هون اي او اس، ليش حطيتها اي؟ اذا اي او اس شو بتساوي؟ يو اف اس، يو اف اس ماينس واي او اس، ماينس لانه عندي هون. طيب هون بعد الكي شو راح تصير هذه؟ السيجنال هون عند النقطة هاي راح تصير K E of S بتساوي K مضروبة في U of S minus Y of S، مضبوط؟ طيب السيجنال هون ايش راح تصير من هون لهون؟ باللابلاس ترانسفورم بقدر اضرب ضرب، بالتايم راح تكون convolution، بس بالفريكونسي دومين راح اضرب ضرب. هاي ميزة الفريكونسي دومين. إذا النقطة هون عند النقطة هاي راح تصير K G of S U of S minus Y of S. بس هاي النقطة شو تساوي؟ هي نفسها Y of S، مظبوط؟ واضح؟ بصت هلا هاي اللي هون عندي K G of S U of S minus K G of S Y of S. هلا بدي اطلع على ترانسفير فانكشن. بدي اطلع ترانسفير فانكشن، شو لازم احط على جهة وشو لازم احط على الجهة الثانية؟ بدي احط على جهه واي او اس، بدي احط على الجهه الثانيه يو او اس. اذا وين في عندي يو او اس؟ هي يو او اس، هي عفوا هي يو او اس وهي واي او اس. اذا واي او اس بدي انقلها هون، بتصير عندي هلا واي او اس بلس كي جي او اس واي او اس. شو بتساوي؟ بتساوي كي جي او اس يو او اس، مضبوط؟ بقدر اطلع واي او اس برا، ايش بضل عندي جوا؟ واحد زائد كي G of S G of S بس بدون Y of S. وهون عندي K G of S U of S. إذا شو بتصير الترانسفير فانكشن الجديدة؟ شو لازم تساوي؟ أوتبوت على إنبوت. إذا Y of S على U of S، إذا Y of S على U of S. هاي راح أسميها إذا بدك سميها G closed sub closed، بتساوي K في G of S، K G of S على واحد زائد على واحد زائد K G of S، مضبوط؟ إذا نحن لما سكرنا اللوب شو صارت؟ لو كانت K واحد شو بتصير هاي؟ بتصير G of S على واحد زائد G of S. في شغلة بس مهمة عشان نميز هذه، إيش الفيدباك هذا؟ يونيتي فيدباك، تمام؟ ونيجاتيف فيدباك. هذه صحيح، هذا يونيتي فيدباك. يونيتي فيدباك يعني هون عندي واحد، انا كان ممكن احط هون اتش او اس، بس انا مفترض انه اتش او اس شو بتساوي؟ وايش الثاني؟ انها هاي نيجاتيف فيدباك. لو ما كانت نيجاتيف فيدباك شو بتصير الاشاره هاي؟ لو كانت بوزيتيف فيدباك بتصير ماينس، بس هي لانها نيجاتيف فيدباك شو بتصير هذه؟ بلس. من هون هذه هون نيجاتيف فيدباك. هاي نتيجة مهمة جدا، قيمة K. هلا لاحظوا هون في شغلة مهمة كمان، إنه K هاي رح تقدر تغير مكان البولز تبعت هذا السيستم، محل البولز. كل ما غيرت K رح يتغير البولز. واضحة هاي النقطة؟ هاي نقطة مهمة. أنا كان عندي مجموعة بولز لما بديت، ويمكن كان عندي زيروز. تغيير لقيمة كي شو راح يعمل بالبولز هدول؟ راح يبدو يتحرك، راح يتغير الكاركترستكس تبعت السيستم. إذا أنا بإمكاني بتغيير لكي إني أغير طريقة هذا السيستم أو الكاركترستكس أو البيهيفير تبعت هذا السيستم. اللي بهمنا بشكل رئيسي تتذكروا هاي لو لا، إنه إذا سكرت اللوب وحطيت هاي بنسميها بروبورشنال كنترولر، بروبورشنال لأنه هون السيجنال اللي بتروح لجي أو إس بروبورشنال للإيرور، بس مضروبة في كي. بالحالة هاي راح يكون عندي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بتساوي هذا الرقم. هذه مهمة جدا، رح تتكرر معنا كثير، رح نضلنا نطلع عليها. لا
لازم نكون حافظ متذكرينها حافظينها، واحنا عاده راح نشتغل نيجاتيف فيدباك ما راح نشتغل بوزيتيف فيدباك.